أحبابكم وسهلا مشاهدي الأحبة، وتحية صباحية من القلب للقلب لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح ولكل من سينضم إلينا تباعا لمواصلة المشوار مع باقي المحطات والفقرات القادمة. إذن أولى المحطات ستكون حول موضوع كلية مجان تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. طبعا هذه الكلية، كلية مجان الجامعية، فعلا حصلت على الاعتماد الكامل من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وفي مؤتمر صحفي مشترك بين كلية مجان الجامعية والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أعلن سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أن كلية مجان الجامعية هي مؤسسة التعليم العالي العمانية الأولى التي استوفت جميع شروط الاعتماد المؤسسي، وبذلك تكون أول مؤسسة يتم اعتمادها اعتمادا كاملا. إذن هذه التفاصيل مشاهدينا الأحبة، ولكن لمزيد من التفاصيل الأخرى ينضم معنا في الأستوديو الدكتورة مها كوبيل، عميدة كلية مجان الجامعية. حياك الله دكتورة، نبارك لكم هذا الإنجاز وهذا الاعتماد أيضا. الله يبارك في عمرك. يا مرحبا وسهلا. أيضا معنا الأستاذة نبيلة آل مكي، العميد المساعد بكلية مجان الجامعية. حياك الله أستاذة نبيلة، ونبارك أيضا لكم هذا الاعتماد. شكرا جزيلا. يا مرحبا. بداية سأبدأ معك دكتورة مها لنعرف أيضا المشاهد الكريم، يعني ربما مسيرة حافلة بالعطاءات والنجاحات والإنجازات لكلية مجان الجامعية لتتوج بذلك كأول مؤسسة عمانية مثل ما ذكرنا بهذا الاعتماد. نعرف المشاهد الكريم ونوضح له عن ماهية هذا الاعتماد المؤسسي وما هي أيضا المعايير المرتبطة به. الاعتماد المؤسسي هو تحصل عليه مؤسسات التعليم العالي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، اللي هي أوجدت معايير ومقاييس لدراسة النظم والإجراءات الموجودة في كل مؤسسات التعليم العالي حتى تضمن أن هناك شفافية في عملية التعليم والتعلم، وتكون المؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان مقارنة بمؤسسات التعليم العالي عالمياً. كلية مجان خضعت لمسألة الاعتماد في عام 2016، واستوفت المؤسسة كل المعايير والمقاييس. الأستاذة نبيلة ممكن توضح. راح تكلمنا أستاذة نبيلة، يعني أول مؤسسة عمانية تحصل على هذا الاعتماد المؤسسي الكامل برأيك، أو خلينا نتكلم من باب الواقع أيضا أستاذة نبيلة، ما هي المفاتيح، ما هي ربما العطاءات التي قدمتها هذه الكلية بحيث تحصل على هذا الاعتماد؟ طبعا كلية مجان الجامعية غنية عن التعريف، هي أول مؤسسة تعليم عالي خاص بالسلطنة، وأول كلية أول مؤسسة تعليم عالي تحصل على الاعتماد المؤسسي. نعم. صح صح وعافية إن شاء الله. تسلم. فكلية مجان طبعا فيها المعايير مثل ما ذكرت الدكتورة مها، 9 معايير أساسية من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، من ضمنها الحوكمة والإدارة، ومن ضمنها التعلم عن طريق البرامج الدراسية، والطلبة وخدمات الطلبة، والموظفين وخدمات الموظفين، وعدة. طبعا هي 9 معايير، انطبقت علينا 8 معايير والحمد لله استوفيناها. طبعا النقطة الأساسية الخدمات اللي توفرها الكلية. طبعا مميزاتها استقطاب الطلبة، وليس استقطاب الطلبة العمانيين فقط، وإنما استقطاب الخليجيين والعالميين أيضا، international students. فمن الخدمات اللي توفرها هي التعلم الأكاديمي والتعليم الأكاديمي والبرامج المتطورة دائما. ممتاز. هذه في حد ذاتها تخدم الطلبة، تخدم المجتمع العماني. جميل. والمجتمع بصفة عامة. نعم ممتاز. طيب دكتور مها، فقط لتوضيح الصورة للمشاهد الكريم، يعني حصولكم على هذا الاعتماد أساسا، هل يعني ذلك أنها أول مؤسسة عمانية تم تقييمها من قبل هي العمانية طبعا الاعتماد الأكاديمي؟ بالإضافة أيضا إلى سؤالي الآخر، هل هذا دليل يعني يدل على أنه الكلية لم تكن معتمدة من قبل، أو ماذا بالتوضيح؟ هو طبعا ده السؤال الدائر في أذهان الكثيرين. كل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في السلطنة هي مؤسسات مرخصة من وزارة التعليم العالي،
عندها ترخيص لطرح برامج أكاديمية. نعم. وكل المؤسسات تنضوي تحت مؤسسات التعليم العالي تنضوي تحت مظلة وزارة التعليم العالي. نعم. الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. نعم. في مرحلتين، في ضبط الجودة. أيوة. وفي الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي. كل غالبية مؤسسات التعليم العالي أكملت المرحلة الأولى اللي هي مرحلة ضبط الجودة. هذه أولى المراحل تكون أولى دائماً المراحل. أيوة، دي أولى المراحل. مرحلة ضبط الجودة. مرحلة ضبط ممتاز. الجودة اللي هي الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تأتي وتبحث عن طريق لجنة عن كل النظم اللي موجودة في المؤسسة على أساس إنه يكون في recommendations اللي هي توصيات، يكون فيها إشادات عشان تساعد المؤسسة لأداء العمل على أكمل وجه. تجي المرحلة الثانية هي مرحلة الاعتماد المؤسسي، وهي المرحلة يمكن تكون فيها صعوبة أكثر في الحصول من مسألة ضبط الجودة، لأنها بتعتمد على المعايير اللي جاية من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وتقيس المؤسسة هل هي مطبقة هذه المعايير ولا لا. ممتاز. ومثل ما ذكرت من قبل هي المعايير دي معايير عالمية. يعني الحين بالشهادة اللي احنا أخذناها من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، ومن أجمل الأشياء اللي موجودة في الشهادة هي الرقم المتسلسل فيها اللي هو 001. إيش هذا 001؟ 001 معناته أول شهادة تصدر من ممتاز. الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ممتاز. للاعتماد المؤسسي في سلطنة جميل. عمان هي كانت لكلية مجان. جميل. الشهادة هاي تعتبر يعني تقييم من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي إنه كلية مجان استوفت كل الشروط، وعليه يكون المجتمع مطمئن إنه إذا بيقارنوا المؤسسة الحاصلة على الاعتماد مع أي مؤسسة عالمية أخرى. ممتاز. إنه المؤسسة مستوفية كل الشروط. نعم جميل. طيب دكتور، لما نضيف مصطلح وكلمة خلنا نقول الكامل، الاعتماد المؤسسي الكامل، المشاهد الكريم ربما لديه استفسار، هل هناك ربما يكون اعتماد مؤسسي ربما جزئي أو من قابل أو لا يكون هناك الاعتماد كاملا؟ هو الاعتماد الكامل لأنه في عدة مراحل للاعتماد. في الاعتماد المشروط اللي هو المؤسسة استوفت غالبية المعايير ما عدا معيار أو معيارين، ده اعتماد مشروط، وهو في بعض المؤسسات فيها اعتماد مشروط. الاعتماد الكامل اللي هو من أول مرة كلية مجان قدمت للاعتماد واعتمدت استوفت كل الشروط من أول مرة. ممتاز. يعني ما مشينا مرحلة تحت الملاحظة أو مرحلة اعتماد مشروط، على طول أخذنا الاعتماد الكامل. نعم. أستاذ نبيلة، كون أن كلية مجان الجامعية كأول مؤسسة عمانية تحصل على هذا الاعتماد المؤسسي الكامل، ما الذي يضيف لكم أنتم كإدارة في هذه الكلية؟ ما الذي يضيف أيضا للطلبة أو للباحثين أو المهتمين أو المختصين أيضا بالجانب الأكاديمي هناك في داخل هذه الكلية؟ أول شيء يعني نحن شعرنا بالفخر، هي شهادة ثقة. هذا الاعتماد شهادة ثقة للمجتمع، نحن كإداريين وأكاديميين يبين لنا أن احنا يعني عملنا ما راح هباء، والعكس أن احنا خدمنا المجتمع والبرامج الموجودة تخدم المجتمع. نعم. وهي تصب في حاجة المجتمع نفسه. كم طلبة؟ طبعا هذا يعطيهم حافز، وبعدين يكونوا فخورين بأنهم تخرجوا من كلية مرموقة، كلية لها سمعة، البرامج الأكاديمية معتمدة، سمعة الكلية معتمدة. نعم. موجودة وإلها صيت. في نفس الوقت هذا يعطي لل... 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 لأرباب الأعمال الثقة في المخرجات الكلية. نعم. فأي طالب وأي خريج يتخرج من الكلية يكون طبعا مرغوب إلى في سوق العمل. نعم. طبعا برامجنا توافي وتكامل يعني تصفي باحتياجات سوق العمل، فهذا هو دليل على أن الكلية يعني وصلت إلى الهدف المنشود إلها. نعم. طيب أستاذ نبيل، أيضا كيف رصدتم مشاعر الدكاترة الأكاديميين الطلبة أيضا بعد أن تم الإعلان أساسا عن هذا الاعتماد؟ فرحة لا توصف. يعني مثل ما تقول واحد تنفس الصعداء. جميل. يعني نحن دخلنا في مرحلة التقييم في شهر ديسمبر 2016. انتظرنا سنة، في ديسمبر 2017
يعني استقبلنا بالأهازيج يعني ممتاز. جبنا فرقة وما شاء الله يعني فرقة يعني شعبية ممتاز. يعني كانت يعني الطلبة والكل حقيقة يعني فخر مثل ما ذكرت يعني كان عرس يعتبر مثل عرس يعني لأنه إنجاز إنجاز وبعدين غير كذا ما بس لكلية مجان للمجتمع نفسه يعني تعطي ثقة إن التعليم العماني ولا التعليم العالي الخاص في السلطنة موثوق فيه ما بس إنه يعني في دائما فكر مغلوط بأنه هو تعليم خاص إذا هو يعني يصب إلى المادة لكن العكس لما تجيك هذه شهادة الثقة والثقة هذه عالمية لأن اللجنة اللي كانت موجودة واللي قيمت الكلية ما لجنة وطنية فقط كان فيها اثنين محكمين من عمان وثلاثة خارجيين دوليين من أنحاء العالم يعني من ثلاث دول مش من دولة واحدة عالمية ممتاز فهم ما عندهم معرفة بكلية مجان اللي عندهم المعرفة بالمعايير الموجودة صحيح. العالمية وكيف احنا قدرنا نطبقها ونوصل الى هالمستوى ممتاز جدا طيب الدكتوره مها استاذ نبيله قبل قليل ذكرت ان البرامج والتخصصات الموجوده في هذه الكليه تلبي فعلا احتياجات ورغبات ايضا سوق العمل دعينا نتعرف من خلالك وانت ايضا عميده لهذه الكليه ما هي ابرز ربما البرامج والتخصصات الدراسيه الموجوده والتي تقدمها هذه الكليه حقيقة يعني إذا بتسألني حقول لك كل البرامج بارزة يعني في برامج إدارة الأعمال من البرامج اللي محببة عند الطلبة اللي هي تعتبر أكبر أعداد من الطلبة بتدرس هي البرامج إدارة الأعمال في برامج تقنية المعلومات والشبكات ومن البرامج ايضا او برنامج لغه انجليزيه من البرامج ايضا اللي تعتبر فيها اعداد كبيره من الطلبه هي البرامج الماجستير الدراسات العليا في مركز دراسات العليا عندنا في الكليه في حوالي 950 طالب اللي هو يعد واحد من اكبر مراكز الدراسات العليا في السلطنه ممتاز ثلاثه برامج الماجستير ماجستير اداره الاعمال وماجستير الحاسوب في عدة تخصصات وماجستير الموارد البشرية العالمية نعم جميل الكلية بصدد برنامج جديد ماجستير في علم اللغويات لكنه لسه في قيد البحث يعني ممتاز هذا فيما يتعلق أستاذ نبيلة بالجانب الأكاديمي ماذا عن جانب المسؤولية الاجتماعية جانب الأنشطة ما الذي تقدمه حقيقة هذه الكلية لهذا الوطن؟ جيد جدا يعني كلية مجان طبعا من ضمن المعايير في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع هذا موجود من أن احنا كيف نقيسه طبعا احنا من دون هذه المعايير الموجودة نحن نحس بمسؤولية موجودة تجاه المجتمع ما بس التدريس أو تخريج دفعات لكن كيف المشاركة؟ نحن عندنا كثير من المشاركات يعني مثلا يوم اليتيم ولا في أشياء مع مثلا مؤسسات الخيرية دائما نحن نشارك فيها يعني دائما مشاركة فعالة تبرعات بالدم يعني بصفة دورية عندنا مرتين أو ثلاث مرات في السنة نحن نجيب البنك الدم عندنا ويتبرع الطلبة والموظفين يعني هذه تخدم شريحة كبيرة من المجتمع في نفس الوقت يعني عندنا الطلبة نفسهم عندنا المجلس الاستشاري الطلابي هذا يقوم بفعاليات كبيرة يعني دائما هو اللي بيطلع هو اللي بيروح وعندهم يعني عندهم يعني الحرية اللي يشوفوا إيش الأشياء اللي ممكن تخدم المجتمع ويروحوا لها نعم جميل جدا طيب دكتورة مها ماذا بعد هذا الاعتماد المؤسسي الكامل هل ستحافظ الكلية على نفس النهج وتستمر أيضا في مسيرة العطاء والإنجاز والنجاح بالإضافة أيضا ما هي المرحلة المقبلة ما هي المراحل المخطط لها إن شاء الله تعالى في الآونة القادمة كلية مجان لما حصلت على الاعتماد الاعتماد أصلا هي العمانية الاعتماد الأكاديمي كل خمس سنوات بتتجدد هاي الشهادة إن شاء الله الكلية مستمرة في هذا الاتجاه من 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 أعلى إلى أعلى دي حاجة الحاجة الثانية الكلية بتحظى بمكانة مرموقة في المجتمع وعليه في مسؤولية تجاه المجتمع تجاه البلد إنه نحن نستمر في نفس الأداء
من الأشياء اللي الحين في الخطط الكلية في مبنى من 6 طوابق داخل المؤسسة، ده يعني حيزيد الموارد لمسألة التعليم والتعلم في الكلية. نعم. شكرا لكم، شكرا لوجودكم اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، ونتمنى لكم كل التوفيق ونبارك لكم مجددا أساسا. شكرا. هذا الاعتماد المؤسسي الكامل الدكتورة مها كوبيل عميدة كلية ميجان الجامعية. شكرا دكتورة. شكرا جزيلا. وأيضا شكرا للأستاذ نبيل آل مكي العميد المساعد بكلية مجان الجامعية. شكرا أستاذ نبيل. شكرا جزيلا. إذن نبارك لكلية مجان الجامعية، لكل الطلبة، لكل الأكاديميين بهذه الكلية، الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي كأول مؤسسة يتم اعتمادها في السلطنة اعتمادا كليا. إذن المشاهدين الأحبة إلى الزملاء في مركز الأخبار، وبعدها نواصل مباشرة معكم باقي محطات وبرامج وفقرات قهوة الصباح لهذا اليوم. خلوكم معنا.